السلام عليكم، حياكم الله جميعا. هذا الله يسلمكم في واحد عمره تقريبا 30 سنة، طلب من أمه أن تدور لبنت الحلال، لكن هالرجال مو مثل أو معظم الرجاجيل يطلبون من أهاليهم يدورون لهم واحدة من عيلة مؤمنة أو بالمثل جميلة أو مثل ما يقولون تطيح الطير من السماء. لا، هالرجال ما يهم المظهر، جالس يدور واحدة معلمة، يعني على قولته أبيها تشيل نفسه. وبعد ما اجلست أمه تدور من بيت لبيت، وإذا حصلت لمدرسة أهلية يرفضها، يقول لا ما أبغى إلا مدرسة حكومية، يعني واضح وجهته من البداية، الله المستعان. المهم، ويوم من الأيام حصلت لأمه معلمة، لكن عمرها شوي كبير، كان عمرها 36 سنة، يعني أكبر من ب6 سنوات تقريبا. وقالت له عنها، وعلى طول قال يلا يلا يا يمه خلهم يسألون ومن بعدها نروح لهم نملك. تقول لأمه شلون نروح؟ بالأول قبل الملكة تشوفها نظرة شرعية. يقول ما يهم، أهم شيء تأكدي إنها معلمة حكومية وهذا يكفي. وبعد ما اتفقوا على كل شيء، طلب من أمه أن يكلمها بالجوال، وبالفعل هذا اللي صار. قال لها شوفي شوفي يا بنت الناس، أنت تعرفين أن الحياة صعبة صراحة، ومهني أحسن من التعاون. قالت له خطيبته والله إني مو فاهمة شنو تبي توصل له وشنو قاعد تقول. وراح وعطاها إياها كاش من الآخر، قال لها شوفي أنت معلمة وأنا موظف، وأبقى كل شيء بيننا يكون النص بالنص، يعني نأجر شقة أنت تدفعين نصف الأجار، وكذلك تأثيث الشقة نص بنص، يعني بالعربي كل شيء مشترك بيننا يكون نص بنص. طبعا في البداية هالخطيبة انصدمت من كلامه وعصبت، لكن كان متصنع أسلوب لطيف وفيه نوع من المراوقة. جلست أيام مع نفسها تفكر، تقول أنا أخذ بي العمر أشواط، واللي في عمري أنجبوا أولاد وعرسوا بعد أولادهم عرسوا أو عرسوه، والمسكينة في الأخير وافقت بس على مضض، شو تسوي؟ وبالفعل تزوجوا واستأجروا دبلكس وأثثوا وجابوا بعد سواق علشان يوصلها المدرسة، لأن زوجها رافض أنها تركب بالباصات أو حتى تطلب كريم. وحتى عزبة البيت سواها نص بنص، طبعا وهي موافقة، ولا شرعا يفترض أن الزوج هو المسؤول الأول والأخير عن النفقة والمسكن والمشرب، لكن دامها موافقة من نفسها هذا شيء ثاني. المهم مرت 5 سنوات تقريبا على زواجهم، ولا صار في حمل ولا شيء، ولا براضي لها تروح المستشفى تفحص. وفي يوم من الأيام قال لها يمكن سبب تأخرك في الحمال إنك مرهقة نفسك بزيادة، عندك دوام وكل تنظيف في هالبيت وغير الطابق، إيش رايك أريحك ونجيب خدامة تساعدك في البيت وتكون التكاليف بيننا نص بنص زي ما اتفقنا من البداية، ويمكن مع الراحة تحملين وتكتمل فرحتنا. المسكينة على فالها على طول وافقت انها تتحمل نصف التكاليف، وبالفعل جابوا لهم خدامة جميلة شباب من الجنسية الفلبينية، وهو اللي كان مختارها من المكتب. وبعد مرور تقريبا أشهر بسيطة من وجود الخدامة بينهم، الحرمة شكت في زوجها إن لا علاقة مع الخدامة، يعني تقول بعض الأحيان تشوفه بالصدفة يروح للخدامة المطبخ ويتكلم معاه، يعني صاير حيل مهتم فيها، وإذا بعض الأحيان بيجيب شيء لحرمته لازم كل مرة يحسب الخدامة معاها.
ويقول حرام حرام ما نهتم فيها، وهذه أمانة عندنا يعني لازم نعتني فيها ونهتم. يقول لك الفلبينية متنقنقة على الآخر على أساس أنه جالس يسوي فيها أجر، والحرمة معاجبها الوضع، جالسة تغلي من الداخل، حاسة أن الوضع مو طبيعي أبد. ومرة من المرات وتفتح هالموضوع لأقرب زميلة لها في المدرسة، هذه صديقتها الروح بالروح من أيام الدراسة، قالت لها زميلتها شوفي صراحة لا تتهورين وتخربين بيتك بيدك، ويمكن يطلع شكك مو في محله. قالت هالحرمة أجل كيف شو أسوي شلون أتأكد يعني؟ قالت زميلتها أنا عندي الحل، شوفي حطي كاميرات مراقبة مخفية داخل البيت بدون ما يدري زوجك. وبالفعل يوم من الأيام كان هو رايح كشت مع ربعه 3 أيام، عاد واستقلت الفرصة وركبت الكاميرات وحطتهم مخفيين داخل الديكور. وكان في ذاك اليوم حتى الخدامة ودت بيت أهلها ما تبيها تعرف بشيء عن موضوع الكاميرات. ومرة من المرات وهي راجعة من المدرسة وهو مش موجود ما بعد يجي من دوامه، قامت وشقلت التسجيل تبي تشوف الكاميرات شنو صورت، ولا الزوج الحبيب مستأذن من الدوام الله المستعان، وجاي البيت وزوجته ما تدري عن. فهاللحظة عرفت هالحرمة انها زوجها مو مضبوط، وان القصة لا فيها بر ولا فيها اجر ولا شيء، وتأكدت ان القصة فيها خيانة. عادوا على طول جمعت اقرابها وراحت بيت اهلها، وطبعا ما فتحت الموضوع لا للخدام ولا حتى لزوجه وهو اصلا ما كان موجود في ذيك اللحظة، وهي مرتبكة مو عارفة شنو تسوي المسكينة ولا تبي تخرب بيتها. وطارت على طول لأمها وهي معصبة وحالتها حالة. وأول ما قالت لأمها السالفة قالت لها أمها كلمتيه؟ قالت البنت لا ما يدري بشيء. وقالت أمها يعني والخدامة ضربتيها؟ قالت لا 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 يا أمها، أول ما عرفت السالفة تركت البيت وهذاني جيتك. قالت لها الأم شوفي ارجعي بيتك الحين بسرعة قبل لا يجي زوجك، ولا توضحين لأي شيء وكأن ما صاير أي حاجة. قالت البنت شلون يعني؟ تبيني يا يما أموت من القهر؟ لا يا يما أنا بفضحة ومستحيل أسكت لا. قالت الأم وهالأم صراحة داهية في الذكاء، أنت يا بنيتي تبين حقك ولا شلون؟ قالت البنت إيه نعم أبي حقي. قالت الأم أجل اصبري واسمعي كلامي، روحي بيتك ولا تفتحين السالفة له أبدا. وصحيح سمعت كلام أمها وردت بيتها ونفسيتها زي الزفت، لكن ما خلت زوجها ولا حتى الخدامة يحسون بأي شيء، وجالسة ساكتة وماكلة قهر وقاعدة تنتظر اتصال من أمها شنه بتقول لها تسوي. عاد وبعدها جاء زوجها من الدوام وحطت له الغداء ورحبت فيه وراح الغرفة يقول بيرتاح شوي تعبان، يقول كان عندهم ضغط في العمل وهو الملعون مستأذن الصباح وجالس يلعب كورة مع هالخدامة الله المستعان. المهم بعد ما جلس من نومه طلع راح الديوانية مع ربعه ولا كأن صاير شيء. وبعد ما طلع اتصلت على أمها وقالت لها ها يما شنو أسوي الحين؟ قالت لها شوفي اخذي خدامتك وتعالي لي البيت فورا. قالت البنت يعني شو أقول للخدامة؟ قالت لها أمها هذه خدامتك اخذيها معاك وتعالي كأنك زايرتني ولا تحسسينها بأي شيء. ويوم راحت لأمها مع الخدامة أول ما وصلت وجلست تتحلطم من القهر،
قالت لها أمها شوفي اهدي ودقي العان على زوجك وقولي له أنك وديتي الخدام المستشفى علشان تفحصينها لأنها تعبانة. وفعلا دقت عليه وقالت له حبيبي شوف أنا ترى وديت الخدامة المستشفى لأنها تعبانة بالحيل علشان يسوون لها فحص عام. عاد الزوج تضايق يقول الحرمة إيش فيها، حرام ما تستاهل المسكينة، يمكن اتعبت من كثر ما تضغطين عليها بشغل البيت. أوه حنون حنون يبي يكسب الأجر والثواب الملعون. الله المستعان. وبعدها قال أهم شيء طمنيني عليها. قالت لا أبشر وسكرت الخط والتفتت وقالت لأمها ها. وبعدين قالت لها أمها انتظري كذا نصف ساعة أو ساعة ودقي عليه وقولي له إن الخدامة أنا متأكد إن أغلبكم يتوقع إن بتقول لأن الخدامة حامل. لا 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 لا، أنا قلت لكم إنها الأم قمة في الذكاء داهية. الله المستعان. تقول لبنتها قولي لأن الخدامة فيها الإيدز. الله المستعان. يعني تقول له إن الطبيب اكتشف إن فيها إيدز. وبعد ما تقولين لشوفي كيف ردت فعله. عادوا هالزوجة تروح وتتصل على زوجها تقول الحق يا ابو فلان تعال بسرعة. قال لها شنها عسل حاصل خير؟ قالت له الخدامة فيها إيدز. قال شنها تقولين فيها الإيدز؟ شنها الكلام؟ والله العظيم طامة كبرى للزوج. قالت له الزوجة إيه الدكتور فحصها وجابوا لها استشاري وودوها المختبر والحين وأنا أكلمك يبون يأخذونها يحجزونها في الغرفة وبعدين تحقيق يبون يتأكدون مين اللي جاب لها الإيد. شو أقول لك، حالة استنفار صاير في المستشفى كله بسبب هالخدامة حسبي الله عليها. وقالوا بعد إحنا لازم كلنا نخضع للفحص أنا وأنت. قال من جدك؟ يقول لك هالزوج صار خرجة قام يتنافض ومو قادر يمسك الموبايل في يده وحالته حالة. قال لها أنت وينك الحين؟ قالت هذاني برجع بروح بيت أمي تعال لي هناك. وبالفعل نصف ساعة بس ويدخل عليهم زي المجنون. وأول ما دخل قام يصيح بشكل هستيري مو حاس بنفسه الله يكون في عونه. يقول الحين أنا شو أسوي وين أروح؟ قالت لزوجته ليش إش فيك أنت شنو علاقتك بالموضوع؟ الله المستعان. والله شيء يضحك صراحة. يقول ها شنو؟ يبي أحد بس ينقذي يوقف معاه. قال لهم ايه انا في نيز. وجلس جنب عمته وبط بالجرب وقال لها عن كل شيء. يقول انا سويت كذا وكذا وكذا. ويوم اعترف وينصدمون صدمة كبيرة بالحيل. يعني اهي مصيبة او ضحك او فضيحة صاير المشكلة كوكتيل. عاد وقالت عمتها ام زوجته انت من جدك فيك ايدز؟ وتروح وتدق على عمه اللي هو ابو زوجته وكذلك على عيالها اخوان الزوجة. عادوا يوم اجتمعوا كلهم قالوا ها شنو صاير شفيكم مجمعيننا؟ راح وهو ينطط المسكين من مكان لمكان يقول انا فيني ايد شوفوا لي حال شوفوا لي حال. قالوا شفلون يعني كيف جالك الايد؟ وهو المسكين يصفع في روحه وبطب كل شيء قدام نسايبه. الله المستعان. موقف لا يحسد عليه صراحة. وتقوم العمة وزوجته ويضحكون ويروحون ويجيبون الخدام الفلبيني اللي ما تدري شنو السالفة. وبعدها عيونه ساحت من الخوف من كثر الصياح. يقول إيش فيكم
وشلون هالخدامة تقولون احجزوها؟ شلون يعني؟ الله المستعان. وراحت العمة تقول له شوف ترى احنا صد سوينا فيك مقلب علشان بس نعرفك على حقيقتك، وانت اصلا مو وجه ينجاب لك خدامة، يلا سفرها الحين، واذا ما عقلت وسويتها او فكرت انك تسويها مرة ثانية ترى راح نفضحك ونخلي كل الناس يعرفونك على حقيقتك. انتبه ترى كل هالموجودين شاهدين عليك وانت بنفسك اعترفت. يقول لك من ذاك اليوم صار هالزوج محترم جدا، لا وتغيرت معاملته لزوجته وصار يسدد اجار الدبلوكس بالكامل وما قام يشرط عليها انها تدفع. ولكن هذا الشيء مو من إرادة الله، من هالرج والموقف العصيب اللي صار عليه كممسك. عدو في النهاية وصلنا إلى نهاية قصتنا في أمان الله، وتصبحون على ألف 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 خير.